Κύρια ευλόγησον εκ του καταλού καν το Άγιο Βαθμό. Δόξον σοι Κύριε. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي هللويا فهم في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل النبوة مثل الخراف يمسر المستقيمون فيا فراغ أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد على تقسيم ملكي صدق الليل يا الرب عن يمينك يا بان الطاهر الباب البطر ينقل أنبات ودرس الثاني وشريك في الخدمة الرسولية أبائنا العصاقف المجتمعين معنا الرب يحفظ حياتكم باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه فقال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا
ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق اقرضني 3 أرغفة لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له؟ فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطي قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. والمجد لله دائم.